تتصلى تحدياتنا ويتجدد ترحيبنا ايضا بكل المتابعين ايضا ضمن هذه البطولة بطولة السلق احدى بطولات فزاع وبتنظيم من مركز حمدان بن محمد ليحيى تراث. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام خامس الاشواط حيث خصص هذا الشوط لفئة الاناث ايضا الجري هاوند 1000 متر واشواط السرعة. الله روز على البداية وعلى مقدمة هذا الشوط الشيخ محمد بن المر المكتوم مقدم الروز على المركز الاول وعلى الصدارة الاولى بهذه اللحظات بينما ثاني المراكز هنالك ايضا جن ناصر بن عبيد الراشد بن دلموك وخادم بمايا مايا روز مايا الوصول من شايبة الشايباي ناصر بن عبيد الراشد بن دلموك هنالك في المركز الثاني ايضا من ياتي لوجودنا تهانينا والناموس ناصر بن عبيد الراشد بن دلموك.